حضر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين. وشمل اللقاء الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين شمل جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام والرقمنة والخدمات الحكومية والتربية وتنمية الموارد البشرية والاستثمار. وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاون التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أن تحديث القطاع العام حجر أساس في مسيرة التحديث الشامل لتطوير قطاع عام ممكن وفعال. سيدي صاحب السمو، في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا المستمر بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله مع دخول دولتنا لمئويتها الثانية، إلا أن حوارنا هذا اليوم سيركز على خارطة تحديث القطاع العام وبرنامجه التنفيذي للأعوام 22 إلى 25. وندرك أن برنامج تحديث القطاع العام يشكل حجر الأساس والرافعة لمسيرة التحديث الشامل، وندرك تماما أن المضي في هذه المسيرة غير ممكن دون الوصول إلى قطاع عام ممكن ومتمكن وممكن وفعال محوره خدمة المواطن والوطن. ففي هذا العصر الاقتصادي والتقني المتسارع تصعب مواكبة تطلعات الشعب الأردني وتلبية طموحاته دون أن نقوم بتطوير وتحديث قطاعنا العام. ورغم الإرث الطويل والثري الذي يحق لنا أن نفتخر به والذي يتمتع به الأردن في مجال الإدارة العامة وتقديم الخدمات الحكومية، إلا أن المسؤولية والرغبة بالتقدم تطلبت وتطلب منا الاعتراف بأن هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة دور القطاع العام بما يمكن القطاع الخاص من قيادة دور طبيعي وأساسي في عملية النمو والتنمية التي نطمح إليها ونطمح إلى تحقيقها. وفي النصف الأول من عام 2022 قامت لجنة تحديث القطاع العام التي ضمت ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني برسم خارطة تحديث للقطاع العام بعد عمل امتد لسبعة شهور، أخذين بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص. سيدي، تتكون خارطة تحديث القطاع العام من ثلاثة محاور: محور تطوير الخدمات، ومحور التطوير المؤسسي، ومحور التشريعات. وتندرج تحت هذه المحاور سبعة مكونات: مكون الموارد البشرية، ومكون الخدمات الحكومية، ومكون الإجراءات والرقمنة، ومكون الهيكل التنظيمي والحوكمة، ومكون رسم السياسة وصنع القرار، ومكون التشريعات، ومكون الثقافة المؤسسية. وتمتد هذه الخارطة أسوة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحديث السياسي حتى عام 2033، وتنفذ على ثلاث مراحل. أطلقنا البرنامج التنفيذي الأول لها للعام 2022 إلى 25 متضمنا 33 هدف استراتيجي انبثق عنها 206 مبادرات، ونؤمن بأن طموحات خارطة تحديث القطاع العام هي طموحات واقعية وتدرجية تقرأ الواقع وتسعى إلى تحقيق المنشود، وتعمل بشكل رئيس على تلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، وتواكب أيضا منظومة التحديث السياسي لتلازم مسارات الإصلاح، وهي المحطة في التحديث السياسي التي سنشهد بإذن الله أولى تجلياتها هذا العام بإجراء الانتخابات النيابية التي ستفرز بإذن الله برلمانا تشكل الائتلافات الحزبية والبرامجية نسبة معتبرة منه الحكومية وأماكن تقديمها والزمن الذي تستغرقه وغيرها من المعلومات التي تهم المستفيد من الخدمة. ومستمرون طبعا بالعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية بما في ذلك تطبيق حزمة خدمات الجيل الخامس 5G Services في أربع محافظات: العقبة وعمان وإربد والزرقاء، والانتهاء من تفعيل التوقيع الرقمي للمعاملات الحكومية. وبالتوازي مع تقديم الخدمة إلكترونيا نستهدف ونعمل على إنشاء
مراكز خدمات حكومية شاملة في كل محافظات المملكة بحلول عام 2025، وبواقع مركز واحد على الأقل في كل من محافظات المملكة.